السلام عليكم يا شباب. قبل كل شيء اضغط لايك للفيديو، اذا ما كنت مشترك في القناه اشترك في القناه وفعل زر الجرس. اليوم جايب لكم مجموعه لوجو او شعار لقنوات الالعاب. طبعا هذا الشعار او اللوجو جاهزه ومصممه، تقدر تعدل عليها او تقدر تضيفها مباشره في قناتك، ففي صوره قناتك. فما بطول عليكم في الفيديو. طبعا لوجوهات جاهزه عددها 15، جايب لكم بملف واحد ما مرفوع على موقع ميديا فاير. فطريقة تحميل الملف، كل ما عليك ان تدخل على هذا الرابط اللي بتحصله في وصف الفيديو. بعد ما تدخل يعني اسفل الفيديو، بعد ما تدخل على الرابط بيوديك لصفحات اعلانية، تتخطى الاعلانات فبيفتح لك هذا الموقع، موقع ميديا فاير، فتضغط على التحميل او الداونلود، هذا المستطيل الاخضر، فيبدا تحميل الملف مباشرة على جهازك. بعد التحميل بتحصل على شكل ملف مضغوط نفس ما تشوفون، تضغط على كليك يمين تضغط اكستراكت او استخراج او فك الضغط، فيبدا ينتج لك هذا الملف. تفتح الملف بتحصل اللوجوهات ال 15. طبعا هذا افضل لوجوهات يا شباب، جايب لكم مجموعة من افضل لوجوهات جاهزة ومصممة. راح بستعرض لكم نفس ما تشوفون، بستعرض لكم اللوجوهات. هذا هو اللوجوهات نفس ما تشوفون، هذا اللوجو الاول، هذا اللوجو الثاني، طبعا جاهزه. بتقدر تضيف هذا اللوجو اسمك هني نفس ما تشوفون، تقدر تضيف اسمك اسم قناتك في هذا المكان. نفس ما تشوفون اللوجوهات جاهزه نفس ما تشوفون، جدا رهيبه يا شباب، يعني خاص للقنوات الالعاب. اوكي، جاهزه ومصممه، بس تضيفها في قناتك نفس ما تشوفون. وبس ما بطول في الفيديو، هذا هو الشرح. اذا عجبك المقطع اضغط لايك للفيديو، اذا ما كنت مشترك في القناه اشترك في القناه وفعل زر الجرس، وبخليكم مع استعراض اللوجو. ومع السلامه.